فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. إن الله يرى اشتياقك لتلك الفرحة ويرى لهفتك عليها، فحاشاه أن يردك خائبا، سيستجيب بخاطرك وسيعطيك إياها بأجمل صورة لها ما دمت تؤمن وتتيقن وتظن به الظن الحسن. السلام عليكم البنات، نهاركم مبروك يا ربي، ومعطر بذكر القرآن وبذكر الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. حبيباتي، نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتو ما كتشوفوا في هاد الفيديو هذا. المهم البنات، في هاد الفيديو هذا غادي نشارك معكم حفل العقيقة او الحفل السبوع او السابع، فغادي نشارك معكم البنات في هاد النهار هذا الحلويات والاطباق كاملة اللي وجدناها في هاد النهار هذا. المهم هكذا باش تاخدوا افكار، والواحد هكذا يعني يعرف شنو هكذا الوقت اللي يكون عنده حاجة كيف هذه، يعني كيما هذا النهار هذا يعرف شنو غادي يدير. المهم البنات، هنايا راه بديت بالبخور هكذا، قلت نعطر شويه البيت، الله يعطر ايامنا وايامكم البنات بذكر الله. المهم هنايا اول حاجه كنت وجدت هي البنات البوفي اللي سبق لي وشاركته معكم، فقلت هنايا نعاود بما انني غادي نشارك معكم هذا النهار هذا، انا المهم نقول لكم كاع التحضيرات اللي درتها في هذا النهار هذا. المهم كان البوفي كنت وجدته يا النهار الثاني، فاش كانت الزوجه ديال الاخ ديالي خرجت من الطبيب خليته غير هكذا في الصالون، فراكو عارفين المهم اللي كيجي هكذا كياخذ حقه. المهم البنات، بالنسبه للتحضيرات ديالو راني شاركتها معكم في فيديو سابق، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. والمهم هنايا البنات راه شدينا الطريق للقاعه اللي كنا غادي ننظموا فيها الحفله هذه او العقيقة، لأنه البنات كما كتعرفوا بالنسبة هنايا للسكن هنايا في إسبانيا، فالسكن بحال السكن الاقتصادي، يعني ماشي كي بلادنا، يعني حاجة زوينة تواسع ما شاء الله. فهنايا الأخ ديالي البنات كان كره هاد القاعة هادي ديال الحفلات اللي دوزنا فيها هاد النهار هذا، لأنه كما كتعرفوا كانوا الحباب بزاف، فيعني البيت ما غاديش يكفي، فكنا خديناها. فهنا كنت شاركتها في مواقع التواصل الاجتماعي، كانوا بزاف ديال البنات سولوني عليها. المهم البنات هنا راه غادي نخلي لكم في صندوق الوصف السيده اللي كتكري هاد القاعه هذه، فالبنات ما شاء الله زوينه ومتسعه، كتقدر انها يعني تتسع حتى ل 400 شخص، يعني شي حاجه اللي زوينه ما شاء الله فيها هاد القاعده هذه. كنا خدينا فيها بعد من الصور. بالنسبه للبنات هذا راه هو المحل ديال السيده اللي كرينا من عندها هاد القاعه هذه، غادي نخلي لكم العنوان ديالها في صندوق الوصف، ونخلي لكم حتى العنوان ديال الشارع ديال المحل ديالها. فالبنات هنايا فراه بديت بهكذا، بديت بالتحضيرات لانه البنات الوقت ما كيكفيش، فهنايا خديت هاد القريعات ديال الماء. بالنسبه للبنات المواد هكذا الغذائيه فراه تقدروا انكم تاخذوهم من عندهم، لانه عندهم كل شيء ما شاء الله. فهنا اول حاجه درتها البنات درت السفوف، درت المكسرات هكذا، ودرت الحلويات، يعني وجدت كل حاجه في بلاصتها، يعني بالطبله اللي خاصه بها هكذا. كما كتعرفوا الوقت راه كيجري، فاول حاجه كنت درتها كنت درت حتى التمر هكذا والحليب، درتوه هكذا في الباب، كنا استقبلنا البنات به الاهل والاحباب هكذا. فبالنسبه للبنات الاطباق اللي كانوا في هذا النهار هذا، الطبق الاول البنات كان هو لسان الطير، لانه كما كتعرفوا الجهه الشرقيه معروفه بلسان الطير وبركوكش هكذا. بركوكش معروفه البنات بمناسبه هكذا ديال السبوع او العقيقه، كاين دار بزاف. بالنسبه للبنات الطبق الرئيسي فكان الشوى، وبالنسبه للطبق التالي فكان هو الدلاح البنات، لانه كما كتعرفوا هذه هي الوقيته ديالو، ف كيجي شي حاجه زوينه هكذا.
المهم البنات، كره كان واحد النهار زوين ما شاء الله، ضحكنا ونشطنا فيه مع الحباب. المهم كنتمنى تكونوا استمتعتوا فيه احبابي، وتكونوا خديتوا ولو افكار بسيطه منه. وما بقى لي من هنايا ما نقول لكم، وكنقول لكم الى اللقاء، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه.